الأسبوع الأول من شهر شباط فبراوري، شو بتقول في الأفلاك لمواليد الحمل؟ شباط 2023 فبراير والأسبوع الأول. رح يبلش الشهر يا عزيزي مع يوم ملفت جدا، يوم جيد بيحمل لك هدوء داخلي، سلام داخلي بعد يمكن فترة من القلق، رغم أنه في أجواء مشوشة بالإجمال. ليش؟ لأنه ميركور موجود بالجدي، يعني بمربع مع برجك، وفينوس بالحوت، ما بلايمو تنيناتهم مزاجك، بل يمكن يولد هالثنائي مشاكل متعددة متلاحقة، يمكن تكون مشاكل صغيرة مش أكثر، ويلتبس عليك أمر ما، فيمكن هالشي بيخليك تخطئ التقدير وتفكر بطريقة سلبية أو بطريقة غير صحيحة عم ما يحصل حولك. انتبه، بدك تكون كتير متروي بهالفترة. ممنوع الادعاء والتعالي والتكابر على بعض المقربين، ما هيك؟ خاصة بين الخميس والسبت، يعني الخميس اثنين والسبت أربعة، لأنه هالفترة يا عزيزي الحمل معاكسة جدا. يمكن ما يصير شيء، بس ما بتكون الفترة كتير ملائمة لإلك. يمكن ترتوي بحديث لائق ونصيحة مجدية يبديها أحد بين الأحد خمسة والتنين ستة، بيكون المزاج أهدأ والأجواء أكثر عزوبة. ابتداء من التلاتة لازم تكون حذر. لأمتين الأسبوع الجاي بخبرك.